هارد. لكن امبارح مباراة كانت صعبة، كان مفيش توفيق بجانب أسباب كتير سردناها للمشاهدين في بداية اللقاء في بداية الحلقة. شايف إيه أسباب الهزيمة امبارح؟ يعني من اول حاجه متهيألي الثقه الزياده، الثقه الزايده عند اللعيبه والجماهير، دي دايما بتبقى اصعب حاجه في الماتشات اللي زي دي. الجيم بتاع امبارح لكن مش مثلا معطيات المباراة كابتن، يعني معطيات المباراة احنا شايفين امبارح غياب لفتوح ليه او اصابة لفتوح، سامسون اكينيولا بتخش بفرود واحد، برضو عندك الونش مصاب مؤثر جدا، الونش في عندك حاجة برضو في معطياتك، انت حظك عسر في ان انت داخل بدون كل اوراقك. هي طبعا الغيابات مؤثرة جدا مفيش كلام، بس احنا الفترة اللي فاتت دي اتعودنا مع مستر فيريرا ان احنا ما بنحسش ان فلان غايب او فلان غايب، انما الفترة اللي فاتت كلها حتى في الماتشات الصعبة اللي هي كانت في كأس مصر والماتشات اللي قبليها اللي حسمنا بيها الدوري كان بيبقى في غيابات كتيرة ومؤثرة جدا، واحد منهم بيفرق مع الفرقة. ما صحيح للاسف ما يعني مستر فيريرا ما كانش بيحسسنا بالموضوع ده، كانت اللعيبه اللي بتنزل كلها بتحسسك ان اللعيب ده بيلعب مثلا في الفريق الكبير مثلا بقاله فتره كبيره. فرصيد فيريرا في الجزئية دي يسمح له لو في مباراة عدت وكنا داخلينها مش بأفضل حال، إنه ده بيشفع له إن هو الراجل عمل من فريق بلا أي صفقات الموسم اللي فات إنه خد بيه الدوري وخد بيه الكاس ووصل لهذه البطولة من بوابة الدوري والكاس اللي حصل عليه. شوف يا محمد، مستر فيريرا تاريخه يشفع له، رصيد البطولات اللي حققها مع نادي الزمالك تشفع له. يعني احنا الواحد مش عايز يقول مش الناس اللي كان يتكلم هندافع عنه او الكلام ده كله، لا احنا بنتكلم فنيا. بنتكلم فنيا. على فكره كل المجازفات اللي مستر فيريرا عملها في الفتره اللي فاتت نجحت صحيح وخدنا بيها بطولات. الجيم بتاع امبارح يعني كان في مثلا قول سوء توفيق في الاختيار مثلا او الاداره ادى للنتيجه بتاعت امبارح. بس انا في نقطه بس عايز اتكلم فيها، وانا دايما بتكلم فيها معاكم او مع اي حد. امبارح النادي الاهلي قرا فرقه الزمالك كويس جدا، صحيح لعب بطريقه كانت يعني كان في لعبت يعني عارف في عنف جامد في الالتحامات في الاشتراكات في الكلام ده كله، ادى لمثلا ايه، انت اكرم كان كل كوره مع زيزو تحس ان زيزو بيشيل رجله، وصله لمرحله ان زيزو بيشيل رجله، واخد بالك من النقطه دي بالذات. كان كل اداء النادي الاهلي في كان لعبه بروح عاليه جدا، كان في او استماته، دوافعه كمان كان في الدوافع استماته عنده طبعا، اكتر يا كان كابتن، في استماته. اصلا بطولتين. ده اللي انا بتكلم فيه، ده اللي انا المفروض انا اعمله مش يتعمل معايا. يعني انا مهما كان بقى كان عندي غيابات، احنا اللي كسبنا بمحمد طارق 2002 وحسام عبد المجيد وناس ما لعبتش اول مره تلعب، صحيح. بس كان ايه الميزه اللي كانت موجوده؟ كانوا بيقاتلوا في الملعب. ما هو انا مع احترامي لاي حد، مهما كان اللي بيلعب ومهما كان اللي قدامي ومهما كان التكتيك بتاعه او بتاعي او الكلام ده كله، لو انا ما لعبتش بقتال انا بقول لك بقتال في الملعب وبروح عاليه ومط على الكوره، ما ممكن ما احققش حاجه. وخلي بالك احنا الكلام ده بيحصل معانا على مستوى الناشئين وعلى الفريق الاول، لاحظها كده، واي حد اكيد من نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك شايفها كويس قوي. اي فرقه بتلعب قدامنا حتى لو في الناشئين او في المباراه الوديه اكنه بيلعب فاينل، اكنه بيلعب مباراه حياه او موت. يعني انت كل ماتشاتك خلي بالك ماتشات بطولات، مش مباراه، مش مباريات ما سهله. بالك بماتش احنا القمه تحديدا بقى. انا بتكلم على نادي الزمالك، والله انا طيب. بتكلم على واقع انا عايشه، طيب. احنا مبارياتنا كلها مباريات كؤوس، مباريات بطولات، فالطبيعي ان احنا اللي المفروض احنا اللي نعمل كده، احنا اللي ننزل الملعب طبعا قول للمدرب بالتكتيك بتاعه والتشكيل بتاعه اللي هو عايزه، انا كلاعب لازم انزل في الملعب يعني زي ما بيقولوا اكل النجيله عشان اخد بطوله وافرح الناس.